مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كما هو المعتاد حلقة هتكون غاية في الأهمية، عندنا العديد والعديد من الأخبار المحلية والعالمية وكل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. سؤال حلقتنا النهاردة: توقعاتك لمباراة الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة، واللي هتكون النهاردة بالليل في الكامب نو في تمام الساعة 9 مساء. نتواصل مع حضراتكم من خلال ردود أفعلكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستغرام، ونشوف توقعات حضراتكم لهذه المباراة. ضيف حلقتنا كمان النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة هيكون الأستاذ محمد الديك الناقد الرياضي، وهنستفيض في الحديث عن بعض الأمور الهامة على الساحة الرياضية المحلية تحديدا. قبل ما نبتدي كلامنا نشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا. فايلر يعلن قائمة الأهلي والفريق يتوجه للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق. رمضان صبحي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع للإصابة في العضلة الخلفية. البدري يطالب اتحاد الكرة بإقامة معسكرين للمنتخب الأول. اليوم ليفربول في موقع صعب أمام مونتري بنصف نهائي مونديال الأندية. وسط مخاوف أمنية الليلة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد بالكامب نو. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وتلعب تاني طاهر ابو زيد ايمن شوقي، ايمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقه الاخيره من بدايه الجول الاول. احنا بنحاول نفكر حضراتكم بالاحداث السعيده وما اكثرها في تاريخ النادي الاهلي، وايام ومناسبات سعيده جدا بالنسبه للجمهور الاهلاوي في كل مكان. زي النهارده في 1987 النادي الاهلي فاز بالبطوله الثانيه ليه في بطولات دوري ابطال افريقيا، وكان بطوله غاليه جدا بعد ما واجهنا فريق الهلال السوداني وتفوقنا عليه بهدفين. الهدف الاول كان لجمال الدين الثعلب لاعب الهلال السوداني في مرماه في الدقيقه 6 من احداث المباراه، والهدف الثاني كان للنجم الكبير الكابتن ايمن شوقي مهاجم النادي الاهلي في هذا التوقيت، وكان في الدقيقه 14 من عمر الشوط الاول والمباراه. ذكرى سعيده وبشره خير ان شاء الله، بنحاول كل يوم كده ايه ندي لنفسنا دوافع وامال هي موجوده في كل موسم في الحقيقه، ان النادي الاهلي باذن الله يحقق هذه البطوله الغاليه بطوله دوري ابطال افريقيا. التشكيل في هذا التوقيت طبعا النادي الاهلي كان تحت قياده المدير الفني الكابتن انور سلامه، وكان تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه الكابتن احمد شوبير كان في حراسه المرمى، كابتن ابراهيم حسن، كابتن محمود صالح، كابتن حماده صدقي، كابتن ربيع ياسين، كابتن حمدي ابو راضي، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن ايمن شوقي، والكابتن حسام حسن، والكابتن طاهر ابو زيد. بالمناسبه المباراه دي كانت اخر ظهور للكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي، وبعديها مباشره وبعد التتويج بهذه البطوله اعلن اعتزاله كره القدم في خبر كان حزين جدا لكل جماهير الكره المصريه مش جمهور النادي الاهلي بس. التغييرات في المباراه دي كان الكابتن محمد سعد نزل في الدقيقه 65 مكان الكابتن ربيع ياسين، وايضا نزل الكابتن محمود الخطيب في الدقيقه 70 مكان الكابتن ايمن شوقي. ذكرى مهمه، وان شاء الله باذن الله المزيد من الاحداث السعيده للنادي الاهلي وجماهيره خلال الفترات البعيده والكثيره المقبله. طيب دي طبعا لقطات من هذه المباراه التاريخيه، واكيد كلها لقطات مهمه ومخلده في تاريخ واذهان جمهور النادي الاهلي. وده كان التتويج طبعا واخر زور للكابتن محمود الخطيب واللي اعلن اعتزاله بعد التتويج مباشره. طيب اخبار الاهلي،
الفريق طبعا بيستعد لمباراه بكره، مباراه غايه في القوه والصعوبه امام فريق كبير جدا طبعا، فريق نادي الاسماعيلي، ومباراه وخطوه باذن الله هتكون مهمه من ضمن خطوات النادي الاهلي في بطوله الدوري نحو سعي النادي الاهلي للفوز بهذا اللقب. استعدادات مهمه، ومران كان مهم جدا في تمام الساعه الثانيه ظهرا، ومن خلاله اعلن مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق. نقول مع حضراتكم قائمه النادي الاهلي لمباراه بكره باذن الله تعالى، ان شاء الله يكونوا موفقين. في حراسه المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي، ومصطفى شوبير زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده. خط الدفاع رامي ربيعه موجود الحمد لله، ومحمود متولي بيعود، وسعد سمير متواجد، وايمن اشرف، علي معلول كمان بيعود، ومحمود وحيد ومحمد هاني. ده بالنسبه لخط الدفاع. خط الوسط حسام عاشور متواجد، اليو ديانج وحسين الشحات، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيرالدو، ووليد سليمان. خط الهجوم وليد ازارو، جونيور اجاييه، ومروان محسن. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد. طبعا الفريق بعد المران مباشره هيتحرك في اتجاه اسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من استاد الماكس، واللي هيستضيف هذه المباراه وهي مباراه الاسماعيلي. فبالتالي ان شاء الله نكون موفقين في هذه المباراه. تم استبعاد كل من احمد فتحي للاصابه، عنده زي كدمه قويه كده في الركبه، عمرو السلية عنده نزل برد، رمضان صبحي للاسف شد في العضله الخلفيه او مزق كمان، وياسر ابراهيم بسبب اصابه العضله الضمه، وصلاح محسن لاسباب فنيه. في المقابل بيعود كل من متولي وعلي معلول وحسام عاشور وجيرالدو لهذه القائمه. نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى في مباراه الغد. بالتالي خلينا اقول لحضراتكم كواليس ما قبل الاعلان عن هذه القائمه واخبار النادي الاهلي النهارده. كان في يعني محاضره فنيه بالفيديو من مستر فايلر للاعبين، واتكلم فيها عن مباراه الاسماعيلي وكيفيه مواجهه هذا الفريق والتعامل معاه ونقاط القوى والضعف، وتوضيح كمان التعليمات المحدده لكل لاعب. وبتبقى محاضرات فنيه مهمه جدا بالتحديد محاضرات الفيديو، عشان كل لاعب يبقى داخل كل مباراه عارف يعني الفريق ده ابرز مميزاته ايه، كيفيه التعامل معاه والتغلب عليه باذن الله تعالى، عشان نوصل للانتصار السابع على التوالي في بطوله الدوري هذا الموسم، في ظل طبعا تعرض المنافسين لإخفاقات وبتديك أفضلية كبيرة جدا من بداية المنافسة، بالتحديد بعد هزيمة كمان بيراميدز بالأمس 3-2 في مباراة كانت كبيرة أمام فريق الجونة. دايما احنا مركزين مع فريقنا وأهدافه كلها واحدة، يعني حتى لو المنافسين بيتأخروا أو بيخسروا انت مركز ان انت تكسب كل ماتش عشان تاخد خطوات كبيرة نحو اللقب بإذن الله تعالى. محمود متولي بيشارك في المران الجماعي والامور ماشيه بشكل كويس بالنسبه له، وبالتالي هو متواجد في قائمه اليوم، وعوده مهمه جدا بالنسبه لمدافع مميز زي محمود متولي. للاسف شفناه في مباراه وحيده يعتبر، مباراه الزمالك في السوبر، واتصاب في هذه المباراه في الشوط الاول، جاله زي مزق في العضله الخلفيه، وكان شارك ايضا في مباراه كانو سبورت مباراه الذهاب يعني. فان شاء الله اكيد عوده محمود متولي عوده مهمه جدا بالنسبه للفريق. رمضان صبحي للاسف يعني اصابه، يعني برضو حظنا سيء شويه، هو اتصاب امبارح في التمرين، والاصابه عباره عن مزق في العضله الخلفيه، هيغيب 6 اسابيع، وان شاء الله بعديهم يكون لائق للمشاركه، هيبتدي تدريجيا يدخل في التدريبات الجماعيه بعد ما يخلص برنامجه التاهيلي والعلاجي الخاص بهذه الاصابه، ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه. للاسف الاصابه جات له في عز تالقه رمضان صبحي، لكن الشيء بالشيء يذكر، البعض قلل من اهميه التعاقد مع كهربا، وهتجيبوا كهربا تعملوا بيه ايه وهتحطوه فين، ده انتوا عندكم رمضان صبحي وعندكم فلان الفلاني وفلان الفلاني. لا، هنا بيبان اهميه التعاقد مع لعيب كبير زي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي الجديد. بالمناسبه كهربا هيكون متاح بالنسبه للجهاز الفني بعد 3 مباريات، عندك ماتش الاسماعيلي، ماتش الاتحاد، وماتش بلاتينيوم، وبعد كده من يوم 1 في الشهر باذن الله يلعب مباراه النادي الاهلي، عايز افتكر مع مين في اول الشهر ان شاء الله، هيكون متاح محمود عبد المنعم كهربا. هنا برضو بيجي اهميه ان انت كفريق بطل لازم قائمتك كلها تكون متكامله، لازم كل اللاعبين يكونوا على مستوى واحد، وده اللي بيشتغل عليه دايما المسؤولين في النادي الاهلي. ما عندناش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، كل اللاعبين اساسيين، كل اللاعبين ليهم وهيبقى ليهم دور كبير جدا في حصد مختلف البطولات باذن الله تعالى.
فبالتالي ايضا نتمنى كل التوفيق لرمضان صبحي في مسيرته العلاجيه من هذه الاصابه ويعود سريعا، علشان طبعا طبعا هيكون داعم قوي واساسي في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. هيلحق ماتش الزمالك، هيلحق ماتش النجم الساحلي ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا، الامور مش صعبه ولا حاجه. فيما يتعلق بأحمد فتحي، النهاردة كان عنده فحص طبي قبل المران، والفحص يعني أدى لعدم استدعائه لمباراة الغد في مباراة الإسماعيلي، لأن عنده كدمة قوية في الركبة وألام بيشتكي منها، فبالتالي في راحة لأحمد فتحي، مش هيكون متواجد في مباراة الغد. في كل الأحوال جاهزين، الفريق جاهز ايا كانت الاصابات ايه، ايا كان الظروف اللي بتمر بيها ايه، النادي الاهلي جاهز لاي تحدي لاي مباراه، وانت بالتحديد عندك ماتشين ورا بعض مهمين قوي، لو كسبتهم بصراحه كده هنبقى خدنا خطوه مهمه في بطوله الدوري. عندك الاسماعيلي كسبته باذن الله ثلاث نقاط مهمه، بعديه الاتحاد السكندري وعامل موسم ممتاز ايضا باذن الله يكونوا ثلاث نقاط اخرى، تبقى قطعت شوط مميز في الدور الاول من بطوله الدوري. وبالمناسبه على مدار الموسم بيبقى في متغيرات، وارد ان انت تتعرض لسوء حظ، وارد ان انت ما تكونش موفق، فبالتالي حصد اكبر كم ممكن من النقاط في بدايات بطوله الدوري ده امر بيبقى مهم وبيساعدك مع النهايات باذن الله تعالى. عايز اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق واخر اخبار النادي الاهلي قبل مباراه بكره. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي ومتالق النور كالعاده امير. حبيبي يا كريم تحياتنا ليك واهلا بك دائما، اخبار الفريق ايه؟ طمنا. طبعا يا امير، يمكن زي ما انت قلت يمكن ارتبطت بشكل كبير جدا في الاخبار، النادي الاهلي استعد بكل قوه كالعاده، يستمر في سلسله الانتصارات رغم الظروف والاصابات اللي عندنا امير، لكن كل دي هتبقى دوافع كبيره جدا للاعبتنا ان هي تكون جاهزه بشكل كبير. النادي الاهلي مستمر في الاداء ومستمر في حصد النقاط، مستمر كمان في احراز الاهداف، فيمكن في مناخ طيب جدا موفره للجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده طبعا مستر رينيه فايلر اللي ليه بصمه في كل المباريات، يعني الحلول الفنيه اللي بنشوفها في كل المباريات يا امير تدل ان في شغل كبير جدا بيبذل، سواء التحليل الفني قبل المباريات، يعني النهارده كان كالعاده المحاضره الفنيه 25 دقيقه، محاضره الفيديو قبل انطلاق المران، في امور كثيره جدا بيحاول ان هو يوصلها للاعبين وبتكون تطبيقها في الملعب. النهارده التدريب كان مغلق تماما، يعني في التدريبات اللي فاتت مثلا نقدر نقول في الايام اللي فاتت كان بيبقى فيه يعني بعض الاعضاء وممكن بعض الناس المتواجده من الصحفيين كمان زملائنا يكونوا متواجدين، لكن النهارده كان غلق تام لتدريب اليوم، لكن كالعاده طبعا يعني بيبقى فيه استثناء للمركز الاعلامي للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، لان المعلومه لما بتطلع من القناه او بتطلع من المركز الاعلامي بيكون فيها مصداقيه بشكل كبير. فالنهارده يمكن عقب انتهاء المحاضره فقره بدنيه 15 دقيقه للاعبين وجزء تكتيك يعني بحث امير بشكل كبير جدا، الراجل زي ما اكدت لك وبيقول لك مش هيشتغل على نقاط الضعف اللي قدر يشوفها في مباراه الاسماعيلي الاخيره، نظريا كانت داخل غرف الملابس وعمليا كانت على ملعب مختار التتش النهارده، الكرات الثابته مركز عليها، ركز في نهايه المران على الضربات الحره، الكورنرات، العرضيات، التمركزات الخاصه باللاعبين، يعني نقدر نقول النهارده التدريب كان جزء خططي بشكل كبير، وايضا كمان الجزء النظري اللي اكدنا عليه ان بيكون في نقاط قوه ونقاط ضعف، الراجل بيتكلم عن نقاط الضعف امام اللاعبين وفي ارضيه الملعب بيكون في تطبيق. زي ما بقول لك امير الغيابات والاصابات واللاعبين اللي ان شاء الله يعودوا سريعا ما يطولش، اللاعبين دي هتتخلى بشكل كبير جدا لكل اللاعبين، يعني عاشور الحمد لله كالعاده التضحيات اللي بيقوم بها كل اللعيبه، عنده نزل برد لغايه دلوقتي لكن تحمله الكبير على نفسه انه يكون متواجد مع اللاعبين. عمرو السوليه لكن برد شديد عليه امير جدا ودرجه الحراره مرتفعه شويه، فيمكن فضل الجهاز الفني اختبار الطبي طبعا كان هيبقى صعب ان هو يكون متواجد، لكن زي ما كنا قلنا النادي الاهلي عامل وفره كبيره جدا في اللاعبين، عندنا افضل لاعبين في مصر كل مركز في مركز في لاعب واثنين وثلاثه، وكمان مستر فايلر بيحاول ان هو يوظف بعض اللعيبه اللي بنشوفها في بعض الاماكن وبعض المهام، وان شاء الله امير باذن الله تكون مباراه الغد على استاد الماكس ثلاث نقاط بشكل كبير يكون للنادي الاهلي واداء كمان يسعد كل جماهير النادي الاهلي. كريم الاقرب ان يكون متواجد في مركز الظهير الايسر بعد عوده علي معلول، هل من خلال متابعتك كده هيكون علي معلول ولا محمود وحيد ولا الامور ماشيه ازاي يعني؟ يمكن خلال رؤيتنا طبعا يا امير للتدريبات علي معلول نقدر نقول جاهز وشارك بكل قوه في التدريبات وظهر بشكل مميز جدا، يعني الحاجات اللي ممكن يبقى فيها قلق شويه بالنسبه للجهاز الفني السبرنتات الشوتنج على الجون الكروسات لا يمكن ظهر فيها بشكل كبير جدا علي معلول ان هو جاهز فنيا وبدنيا مع الرؤيه طبعا، يعني لو علي معلول جاهز اكيد هتبقى الاختيار الاول لمستر ريني فايلر، لكن باكد لك من خلال التدريبات ومن خلال تدريب اليوم كمان كان في مهام كبيره بياخدها علي معلول، ان شاء الله يكون
متواجد اكيد طبعا محمود وحيد جاهز بالنسبه للمباراه سواء يكون متواجد بالظبط ومتالق خلال الفتره اللي فاتت في الحقيقه. ويمكن اداؤه كان مميز جدا امين طبعا من الصعوبه ورغم المباريات والضغط الكبير والظروف اللي حصلت اداؤه كان مميز جدا، لكن اكيد مع ريني بايلر واقتناعه الكبير جدا بعلي معلول كواحد من كبار النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي ان شاء الله علي يكون موفق ومتواجد. احمد فتحي طبعا يعني ان شاء الله بنتمنى له السلامه. محمد هاني ايضا يكون متواجد. احمد فتحي الموضوع بالنسبه له بسيط يا كريم، يعني ممكن الماتش اللي ثلاث ايام ان شاء الله يعني احمد فتحي مش بسيط جدا في الركبه يعني ان شاء الله ثلاث اربع ايام ويدخل سريعا. الكل جاهز يا امير يعني ما نقدرش نتكلم على الاصابات على قد ما نقدر نتكلم على جاهزيه كل اللاعبين ان شاء الله يفرحونا باذن الله بكره على استاد الماكس ويكون فوز كبير للنادي الاهلي واداء كبير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا كواليس مران اليوم وهو المران الاخير استعدادا لمباراه الغد امام الاسماعيلي باذن الله تعالى. لجنه الحكام اسندت المباراه للكابتن محمود بنا الحكم الدولي ان هو يكون حكم هذه المباراه، وهيعاونه سمير جمال وهاني خيري ومحمد سلامه هيكون حكما رابعا. نتمنى لهم كل التوفيق في مواجهه هتكون قويه وصعبه بكل تاكيد. مباريات النهارده وبكره الامور ماشيه ازاي في الدنيا كلها؟ كاس العالم للانديه النهارده في مباراه الساعه 7:30 ما بين ليفربول ومونتري المكسيكي في قبل نهائي بطوله كاس العالم للانديه، واللي هيكسب هيلاعب فلامينجو في مباراه نهائيه بعد فوز فلامينجو بالامس على الهلال السعودي واللي قدم مباراه مميزه جدا بالنتيجه 3-1. كان شوط اول روعه بالنسبه للهلال لكن للاسف الشديد تعرضوا للخساره في هذه المباراه. من ضمن طبعا المباريات المهمه جدا النهارده الساعه 9 بالليل برشلونه وليفربول او عفوا برشلونه وريال مدريد الكلاسيكو كلاسيكو الارض في كامب نو، ومباراه هتكون مهمه جدا مؤجله من الاسبوع العاشر من بطوله الدوري الاسباني. ان شاء الله ريال مدريد يكون موفق. نروح للدوري الايطالي سامبدوريا ويوفنتوس ايضا من ضمن مباريات اليوم وبيرشيا وساسولو مباراه اخرى. الدوري الالماني وعلى فكره الدوري الالماني مشتعل، باير ليفركوزن هيلعب هيرتا برلين، انتراكت فرانكفورت مع كولن، وفرايبورغ مع بايرن ميونخ، وفولفسبورغ مع شالكه، وبورسيا مونشن جلادباخ مع بادريبرون، ودي مباريات الدوري الالماني. بالنسبه بقى للدوري المصري بكره الاسبوع التاسع وانطلاق هذا الاسبوع الاسماعيلي والاهلي دي اول مباريات الاسبوع ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. يوم الجمعه اسوان مع الانتاج الحربي، حرس الحدود والمقاولين، اتحاد السكندري ونادي اف سي مصر، ومصر المقاصه وطنطا، الزمالك وسموحه، مباراه قويه. ويوم السبت هيكون في مباريات اخرى، الجونه وطلائع الجيش، وادي دجله، انبي المصري، بورسعيدي، وبيراميدز. دي بعض المباريات. كل التوفيق لنادينا العظيم النادي الاهلي. اخبار الاهلي في الصحف النهارده نشوفها. يلا بينا. المصري اليوم: جمعه يرفض الاعاره ويتمسك بعقده مع الاهلي، حسم مصير معلول، الفريق يبيت في الاسكندريه، واختبار الطبي يحسم مصير وحيد. الاهرام: الاصابات تضرب الاهلي قبل موقعه الدراويش. الاخبار المسائي: الاهلي يلملم اوراقه، الاحمر يفقد الثنائي قبل مواجهه الاسماعيلي، وفايلر يستقر على الطريق. الأخبار: قبل لقاء الإسماعيلي غدا الإصابات تهاجم الأهلي بشراسة، احتمالات بعدم مشاركة صبحي وفتحي والسولية وربيعة، وفايلر يجهز الجدلاء. الأهرام المسائي: الأهلي في مأزق، الغيابات تهدد الشياطين قبل قمة الدراويش، ورمضان يعمق الأحزان، فايلر يبحث في الدكة، وصراع شمالي بين معلول ومارسيلو، والسعد يقترب. الجمهورية: الأهلي يغازل الليكي ب 32 مليون جنيه. مجلة الأهلي: كهربا بعد التوقيع، أنا أهلاوي وحققت حلم حياتي، لن أنسى نصائح عبد الحفيظ ولا تعليمات فايلر، وهذه رسالتي للجماهير. المسا: فايلر للاعبي الأهلي، نقاط مباراة الإسماعيلي مهمة للبقاء على القمة، غياب رمضان والسولية وفتح وربيعة يعطي أفضلية للدراويش. الوطن: صبحي وربيعة والسولية في مستشفى، إصابات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي، الفريق يعسكر في الإسكندرية، ومحسن يطلب المغادرة إلى أوروبا.
الشروق، الاهلي مهدد بفقدان صبحي وفتحي والسوليه امام الاسماعيلي، صلاح محسن يقترب من الاعاره، وعمار حمدي وافق على الانتقال للاتحاد السكندري. طيب يعني اخبار كلها قريبه من الحديث عن مباراه الغد ما بين الاسماعيلي والاهلي، وطبعا مباراه بتجذب اهتمام كل المتابعين للكره المصريه، لان تبقى مباريات الاهلي والاسماعيلي دايما مباريات قمه، يعني بعد مباراه الاهلي والزمالك مباريات الجماهيريه دايما بتبقى قويه ومرتقبه بالنسبه للجمهور المصري دائما يعني وابدا. خلينا نبتدي بالمصري اليوم واتكلمت في ايه النهارده وقالت ايه عن النادي الاهلي. قالت ان جمعه يرفض الاعاره، محدش قال ان صالح جمعه طالع اعاره، ومحدش اقترح على صالح جمعه ان انت يا صالح شوف عقد اعاره، مفيش كلام ده خالص، ما حصلش في الاهلي، وتمسك بعقده مع النادي وده اللي موجود وده اللي بيحصل، والاهلي لسه متمسك بصالح جمعه والاهلي في حساباته صالح جمعه، واحنا بناكد على حضراتكم على الجزئيه دي. حسم مصير معلول، معلول خلاص موجود في القائمه، موضوع انه يلعب او ما يلعبش الجهاز الفني بقى هو اللي ادرى، هم هيشوفوا. محمود وحيد ماشي بشكل كويس خلال الماتشات اللي فاتت في ظل غياب علي معلول، لكن في نفس الوقت عوده معلول مهمه، انت هتشوف بقى الانسب مين في مباراه زي دي طبقا كمان لجاهزيه معلول. طالما معلول في القائمه يبقى جاهز خلاص. الفريق يبيت في الاسكندريه واختبار طبي يحسم مصير وحيد، محمود وحيد ايضا موجود في القائمه ومفيش اي مشكله بالنسبه له. نروح للاهرام واللي بتتكلم عن اصابات النادي الاهلي، تقول ان الاصابات تضرب الاهلي قبل موقعه الدراويش. فعلا عندنا عدد من الاصابات، يعني عندك احمد فتحي، رمضان صبحي، عمرو السوليه، دول خلاص بيغيبوا، بالاضافه لياسر ابراهيم ايضا بيغيب، كان في كلام على ربيع وحسام عاشور خلاص موجودين في القائمه. اذا عندك اربع اصابات تعتبر مؤثره طبعا في صفوف النادي الاهلي، لكن اكيد انت عندك جهاز فني محترم وعندنا ثقه كبيره جدا فيه في كيفيه التعامل مع كل الظروف اللي ممكن تواجهك على مدار الموسم، وده امر طبيعي. اكيد هيبقى في فتره فيها بعض اللاعبين اللي عندهم اصابات، لاعب موقوف، كلام من ده، كل الحاجات دي انت طبيعي ان انت هتعرف تتعامل معاها. ليه؟ لان انت عندك قائمه متكامله من اللاعبين، فده برده من ضمن دي من ضمن الامور المهمه جدا اللي بتساعد اي فريق على تخطي اي عقبه سواء داخليه أو عقبات أخرى بتواجهك على مدار المباريات المختلفة في مختلف البطولات أيضا. خلينا نروح للأخبار المسائي واللي بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الأهلي يلملم أوراقه، الأحمر يفقد الثنائي قبل مواجهة الإسماعيلي، وفايلر يستقر على الطريقة. هما بيقولوا الثنائي يعني رمضان صبحي وأحمد فتحي، طبعا إحنا خلاص فقدناهم، يعني رمضان صبحي خلال عدد من المباريات المقبلة، وأحمد فتحي إن شاء الله على المباراة الجاية يكون جاهز، مباراة الاتحاد السكندري. لكن في كل الاحوال الاهلي ان شاء الله جاهز لمباراه الغد. موضوع الطريقه اللي هيلعب بيها فايلر احنا ما نعرفش طبعا، فايلر دايما بنتفاجئ من خلاله اسلوب اللعب، وهو بيبقى ادرى والراجل بيذاكر كويس كل الفرق اللي بيقابلها وبيشوف هيتعامل معاها ازاي. حتى الان الراجل في الحقيقه بينجح في التعامل مع كل المباريات، ومع نهايه كل مباراه جمهور الاهلي دايما بيبقى مبسوط. ان شاء الله حاله السعاده دي تستمر خلال الفتره اللي جايه من خلال مستر فايلر ولاعبيه والانتصارات ان شاء الله اللي احنا مستنيينها في مختلف البطولات. خلينا نروح لخبر اخر من الاخبار، جريده الاخبار بتقول ايه؟ قبل لقاء الاسماعيلي غدا الاصابات تهاجم الاهلي بشراسه، للاسف بس ان شاء الله خير. يعني احتمالات بعدم مشاركه صبحي وفتحي خلاص والسوليه دول مش موجودين، لكن ربيعه موجود وفايلر يجهز البدلاء، والبدلاء جاهزين يا جماعه. احنا شفنا على مدار الفترات اللي فاتت كان بيبقى فيه يعني استدعاء لبعض اللاعبين اللي هم ممكن ما يكونوش بيلعبوا بشكل مستمر عشان يكونوا جاهزين، يعني شاركوا لبعض الدقائق كده في مختلف الماتشات اللي فاتت، وده امر ايجابي، فبالتالي هتلاقي كل جاهز خلال الفتره اللي جايه او خلال مباراه بكره يعني باذن الله، بسبب الاصابات اللي ممكن يكون بيواجهها النادي الاهلي خلال هذه الفتره. الاهرام المسائي بيقولوا ان الاهلي في مأزق، مفيش مأزق ولا حاجه. الغيابات يعني بيتكلموا عن ان الغيابات تهدد الشياطين قبل قمه الدراويش. هي غيابات مؤثره؟ غيابات مؤثره. لكن الاهلي يقدر يتعامل معاها؟ طبعا يقدر يتعامل معاها وهيتعامل معاها، وباذن الله باذن الله الاهلي يفوز بكره ان شاء الله. رمضان يعمق الاحزان، طبعا يعني رمضان من العناصر الاساسيه والمؤثره جدا في مسيره النادي الاهلي على مدار الفتره الماضيه، ولاعب عنده مقاومات مش موجوده بصراحه عند حد في مصر خالص. فدايما هو لعيب مهم، هتتاثر بغيابه هتتاثر بغيابه، لكن عندك اجاي ممكن يلعب في المكان ده، عندك حسين الشحات بيقدر يجيد في المكان ده، عدد من اللاعبين وليد سليمان، ناس كتير بيقدروا يلعبوا في مركز رمضان صبحي. فايلر يبحث في الدكه، هو اكيد عارف هيعمل ايه.
وصراع شمالي بين معلول ومارسيلو. مارسيلو خارج القائمة، لكن هو الصراع هيكون ما بين معلول ووحيد، وسعد موجود في قائمة المباراة خلاص بالشكل رسمي. نروح للجمهورية وكلام على التعاقدات، هيفضل مستمر على مدار الفترة الحالية والمقبلة حتى انتهاء شهر يناير. وبالمناسبة حتى ما بينتهي شهر يناير أو تنتهي أي فترة من فترات الانتقالات، دايما الكلام على الصفقات. احنا عندنا هنا في مصر حب الحديث في هذه الجزئية والتنبؤ باللاعبين اللي هيجوا واللي هيمشوا وكلام من ده. لكن هم هنا بيقولوا لك في الجمهورية، بيقول لك ان الاهلي يغازل الليكي ب 32 مليون جنيه. يعني خلينا اقول لحضراتكم ان انتوا هتتفاجئوا ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام كده، خلال فتره باذن الله ما تكونش كبيره، نصحى هنلاقي الاهلي بيعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع لاعب. مش عايز اقول في خط ايه، ان احنا ما نعرفش، دي كلها حاجه خاصه بالمدير الفني. ممكن يكون هو متمسك بمهاجم، ممكن الخطط تتغير، يروح لمركز الدفاع مركز اخر. كلها رؤيه للجهاز الفني. هو أدرى وليه كل الدعم والثقه من كل الاهلاويه. شوف اللي محتاجه ايه واشتغل عليه، هاته اللاعب اللي انت محتاجه، هاته ايا كان في مركز ايه. والاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي دايما بيوفروا ويلبوا كل الاحتياجات اللي بيطلبها اي مدير فني. لكن في يعني خلال ان شاء الله فتره باذن الله اكيد هنعرف وهنسمع الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي في تعاقده مع احد اللاعبين، وخصوصا ان انت ناقص لك مكان تقدر تتعاقد فيه بعد انضمام الاهلاوي الجديد القديم محمود عبد المنعم كهربا. نروح للمسا، فايلر للاعبي الاهلي، نقاط مباراه الاسماعيلي مهمه للبقاء على القمه. اي نقاط في اي مباراه اكيد هي مهمه، انت مش عايز تفقد اي نقاط يعني، ونفسنا نعمل ارقام قياسيه كمان السنه دي والامور سانحه بصراحه يعني. غياب رمضان السوليه وفتحي خلاص، ربيع موجود، وده هم يعني بيحللوا رؤيه فنيه ان الغيابات دي ممكن تاثر على الاهلي، بالتالي هيكون في افضليه للدراويش. خلينا نتفق ان نادي الاسماعيلي نادي كبير وفرقه قويه، ويعني عندهم مدير فني جديد كابتن ادهم صلاح دار، وكسبوا ماتشين ورا بعض بعد اقاله المدير الفني السابق، فبالتالي دوافع جديده روح جديده، ده هيصعب اكتر من مباراه الاهلي والاسماعيلي. لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويسعد جماهيره. الوطن وبتتكلم على الاصابات، وهو الاصابات هو الشغل الشاغل دلوقتي بالنسبه لكل الصحافه في مصر، وكله اكيد وهو بيتابع النادي الاهلي بيشوف وشاف الاصابات اللي ممكن بيتعرض ليها بعض اللاعبين. فبالتالي بيقول لك صبحي وربيعه والسوليه في مستشفى اصابات الاهلي، واللفظ ده او الكلمه او المصطلح دي، المصطلح ده بصراحه انا عمر الاهلي ما كان مستشفى يا جماعه، برضو يعني لازم، امبارح قلناها وهنقولها تاني، عمر الاهلي ما كان مستشفى. هل الاهلي ممكن يبقى عنده مستشفى بعد كده؟ ممكن تبقى من الخطط المستقبليه بالنسبه للنادي الاهلي، بس مستشفى ما لهاش علاقه بلاعبي كره القدم واصاباتهم. يعني الاهلي كيان كبير ومنظومه كبيره، عمره ما كان مستشفى، وده مهم قوي يعني. لكن البعض بيحاول يجيب المصطلح ده عشان كم الاصابات، الاصابات ان شاء الله كلها بسيطه ويرجعوا بسرعه. الفريق يعسكر في الاسكندريه، ومحسن يطلب المغادره الى اوروبا. صلاح محسن ما طلبش اي حاجه خالص، ومفيش كلام عن الموضوع ده، وموجود الراجل في حسابات الجهاز الفني بكل تاكيد. ممكن ما يكونش موجود في قائمه مباراه، ممكن تتفاجئ القائمه اللي جايه في المباراه القادمه موجود، حسب الراجل المدير الفني مستر فايلر، هو هيشوف الافضل مين وهيلجا له. فاحنا كلنا مساندين للي موجودين، اي حد هيلعب احنا في ظهره، اي حد هيلبس تي شيرت النادي الاهلي احنا عايزينه يكسب، مش عايزين حاجه تاني. طيب مفيش طلب من صلاح محسن يا جماعه، برضه عشان ناكد على الجزئيه دي. نروح للشروق، والشروق بتقول الاهلي مهدد بفقدان صبحي وفتحي والسوليه امام الاسماعيلي. هو خلاص فقدهم بالفعل على اقل تقدير في المباراه المقبله بالنسبه لفتحي والسوليه، لكن صبحي زي ما قلت لحضراتكم عشان لسه اللي بينضم لينا دلوقتي او في هذه اللحظات، بناكد على حضراتكم بعد ما القائمه اعلنها مستر فايلر، صبحي رمضان صبحي واحمد فتحي خارج القائمه ومعاهم عمرو السوليه، لكن ربيعه موجود وحسام عاشور موجود. طيب صلاح محسن يقترب من الاعاره، وعمار حمدي وافق على انتقال الاتحاد السكندري. طيب هم هنا بيتكهنوا او بيجتهدوا، طبيعي جدا، لكن في كل الاحوال اديك شايفه اصابات بتجيلك كده فجاه، فحتى لو في اتجاهات مع اي لاعب او عروض جايه للاعب واتجاهات بالموافقه مثلا يعني، ممكن الاتجاهات دي تتغير بسبب الاصابات، فممكن تبقى محتاج جدا لصلاح محسن، ممكن تبقى محتاج جدا لعمار حمدي لعيب مميز جدا، ممكن تبقى عايز قوي قوي ومحتاج صالح جمعه. فخلال الفتره الجايه احنا ناقص لنا اسبوعين في شهر ديسمبر،
ما تعرفش الظروف ايه، عندك متبقي في هذا الشهر 3 مباريات بدايه مباراه الغد، فانت لسه مش عارف، ممكن الاصابات دي تخليك تبقي على بعض اللاعبين، وبالاضافه كمان انك تخليك تتعاقد مع لعيب معين في المكان اللي ناقص لك. كلها حسابات، كلها حسابات، لكن البعض بيجتهد دايما وده حقهم في الحقيقه، ناس بتجتهد وبتغطي النادي الاهلي وده دورهم وواجبهم وشغلهم يعني. لكن هنشوف على مدار الايام المقبله باذن الله تعالى. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه نشوفها؟ يلا. البوابه سبورت، صالح جمعه يقترب من الرحيل الى الدوري السعودي، ماشي. سوبر كوره، رمضان صبحي يغيب عن الزمالك في حاله واحده فقط. الفجر الرياضي، نجم العين الاماراتي معروض على الاهلي في يناير المقبل. اليوم السابع، فايلر يرفض فكره تدعيم الدفاع في يناير ويصر على ضم مهاجم. موقع الكابتن عمار حمدي يفضل الانتقال الى الاتحاد عن سموحة. البوابة سبورت بتتكلم عن صلاح جمعة، بتقول ان هو يقترب من الرحيل عن النادي الاهلي للدوري السعودي. كلام مش حقيقي، كلام لسه سابق لاوانه، واحنا بناكد تاني وتالت ان صالح جمعه بيتمرن بشكل كويس جدا وبيجهز بدنيا بشكل افضل وفنيا بالتالي، وان شاء الله يكون موجود في حسابات مستر فايلر خلال الفتره الجايه، لان في كل الاحوال كل الاحوال صالح جمعه قيمه فنيه كبيره جدا، لما بيبقى مركز ما فيش غنى عنه، ما فيهاش هزار يعني، كل عارف الكلام ده. وبالمناسبه يا جماعه، بالمناسبه ممكن البعض يقول لك اصل صالح عدم التزامه وصالح كلام من ده، لا الراجل ملتزم اهو خلال الفتره اللي فاتت وموجود. بالمناسبه برضو اي مدير فني اجنبي بيبص لايه؟ بيبص لمستوى اللاعب في التدريبات، بناء عليه بيضمه للمعسكرات اللي خاصه بالمباريات والدفع بيه في بعض المباريات. دي عقليه المدير الفني، ما بيبصش لتصرفات اي لاعب، مش بتكلم على لعيب بعينه يعني خارج الملعب، لا انا يهمني ان انت تكون في التدريبات بتادي بشكل جيد وجاهز بدنيا وفنيا، جاهز هلعبك، اي حاجه ثانيه ماليش دعوه بيها. دي عقليه المدير الفني الاجنبي. فبالتالي الكل بيتكهن بموضوع صالح جمعه، وعايزين ناكد على حضراتكم لان البعض بيبقى ناسي شويه اللي حصل لصالح جمعه الفتره اللي فاتت. كان ايه؟ كان عنده اصابه في العضله الضم، فبالتالي بعد عن حسابات مستر فايلر. طبيعي بعد اصابه العضله الضمه بتخش واحده واحده وتدريجيا مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وبعد كده تبتدي تخش في قائمه المباريات، فكلها امور تدريجيه هتحصل مع الوقت ان شاء الله، وصلاح هيكون موجود مع النادي الاهلي. موضوع الرحيل للدوري السعودي او لاي دوري اخر غير مطروح على اقل تقدير حتى الان بالنسبه لصالح جمعه. نروح لسوبر كوره، وبتقول او بتتنبأ بغياب رمضان صبحي عن الزمالك في حاله واحده من وجهه نظرهم، هي ايه اللي ممكن يعني يعطل رمضان صبحي عن مواجهه نادي الزمالك؟ مباراه الزمالك يوم 19 فبراير ولا 18 يا جماعه فكروني، مباراه هتبقى مهمه يوم 19. طيب فبالتالي لا ان شاء الله هيكون موجود رمضان صبحي في هذه المباراه، وان شاء الله هيكون اضافه للنادي الاهلي، لان الغياب من 6 اسابيع بكثير قوي شهرين، يعني من دلوقتي قدامك شهرين على مباراه الزمالك، قبل كده قبل كده باذن الله هيكون موجود. حتى لو مش موجود رمضان انت عندك كهربا، هيبقى اضافه قويه جدا في مباراه الزمالك. طبعا عندك غير كهربا، عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا لا، الكهربا طبعا عنصر مهم جدا، لكن عندك كل العناصر في النادي الاهلي وفي المكان ده مهمه جدا، سواء حسين شحات جاي بيلعب في المكان ده اكتر من لاعب يعني. فايا كان رمضان موجود طبعا هيبقى اضافه قويه، مش موجود في البديل الكفء بكل تاكيد. وبعدين مباراة الزمالك لسه بدري، احنا مركزين في مباراة مباراة، النادي الأهلي دايما دي سمة أساسية عنده يعني. نروح للفجر الرياضي، واللي بيقول لك نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل، قصدهم على لابا كوجو مهاجم العين الإماراتي. هو ده ممكن يكون يعني بعض الوكلاء بيطرحوا بعض الأسماء، يعني عندي لعيب أنا وكيله يا جماعة، اللاعب ده متاح لو أنتوا عايزينه ممكن تتفاوضوا على ضمه يعني. فده بيحصل، ده طبيعي عادي. قرارات إيه؟ ما نعرفهاش لسه، قرارات في اتجاه لاعب بعينه هتبان لما يعلن النادي الاهلي. لكن الناس بتشتغل دايما، بقى عايز اطمن حضراتكم ان الناس في النادي الاهلي بيشتغلوا بالشكل المطلوب، وعارفين هم بيعملوا ايه كويس جدا،
وبيلبوا احتياجات المدير الفني اللي بيبقى عارف احتياجاته ايه وبيبلغها للمسؤولين. السيستم يعني ماشي بشكل ممتاز وشكل مظبوط جدا. فان شاء الله نطمن كلنا وقائمه النادي الاهلي هتبقى اقوى واقوى بعد انضمام الصفقه الاخيره باذن الله تعالى. وان شاء الله الاهداف الاساسيه يقدر يحققها الفريق، واهم هدف لازم نركز عليه كل يوم بطوله دوري ابطال افريقيا في ظل منافسه قويه جدا. الترجي بالمناسبه كسب امبارح السد القطري 6-2، نتيجه كبيره. ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان فرقه الترجي قويه السنه دي، عملوا تدعيمات مميزه، فالمنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا مش هتبقى سهله اطلاقا. انت كمان قوي كنادي اهلي، عندك مازيمبي فريق ممتاز، عندك نادي الزمالك فريق محترم، عندك عدد من الانديه اللي بتنافس على بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن ان شاء الله باذن الله دائما وابدا النادي الاهلي بيبقى من ابرز المرشحين للفوز بهذه البطوله الغاليه. ان شاء الله نكون موفقين. طيب نروح لليوم السابع، وبيتكلموا يعني ان البعض يعني قال ان الاهلي محتاج مدافع، وان فايلر رفض الفكره دي ومصمم على مهاجم. الراجل مستقر على كده هيحصل، مستقر على مدافع هيحصل، يعني اللي عايزه ان شاء الله هيتنفذ يعني باذن الله، لان هو ادرى واحد بالفريق هو وجهاز المعاون. اي حد بيتكلم بيبص من بره من خلال متابعتهم، ولكن الناس مش موجوده كل يوم في تدريبات النادي الاهلي، الناس مش عارفه رؤيه المدير الفني. عندنا ثقه كبيره جدا فيه، وهنشوف هل المهاجم اللي هيجي النادي الاهلي وده الاقرب ولا مدافع وده وارد، هنشوف خلال الفتره اللي جايه. موقع الكابتن عمار حمدي يفضل الانتقال للاتحاد عن سموحه، وبيقول ان هو كان ليه جلسه مع مدير التعاقدات في النادي الاهلي، وان في عرض ده طبقا طبعا للموقع الرسمي، ان في او عفوا موقع الكابتن، ان في عرض جه للنادي الاهلي من اتحاد وسموحه. وبالمناسبه ممكن ما يكونش اتحاد وسموحه بس، لان هو لعيب مميز، اي نادي في مصر هيتمنى انضمام عمار حمدي على سبيل الاعاره، ولاعب مبشر جدا. قرار المدير الفني هيكون على مدار الفتره اللي جايه، على مدار ال 15 يوم اللي جايين. انت مش عارف لسه الظروف زي ما قلنا لحضرتك هتخلص على ايه، يعني الاصابات كلام من ده. الناس هم ادرى في النادي الاهلي، هم عارفين ان شاء الله هيعملوا ايه. عمار حمدي لعيب مميز جدا، ان شاء الله سواء موجود في النادي الاهلي او خرج يكتسب بعض الخبرات عشان يرجع اقوى واقوى للنادي الاهلي. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، اخبار محليه وعالميه نشوفها. يلا سوبر كور، حسام البدري يطالب اتحاد الكره باقامه معسكرين لمنتخب الفراعنه. موقع مبتدا، اتحاد الكره يوافق على طلبات حسام البدري. الفجر الرياضي، شوقي غريب يحسم مصيره من العروض العربيه. الوطن سبورت، شوقي غريب يطمئن على اصابه رمضان صبحي. موقع الكابتن، ازمه جديده بين الجنايني وفضل بسبب بطوله افريقيا تحت 23 عام. اليوم السابع، اتحاد الكره يكلف وليد العطار بملف الفار. في الجول، رضا شحاته، لا يهمني الاستمرار مدربا للجونه ولا نحتاج تدعيمات في يناير. 1-3 اليوم، ليفربول في موقع صعبة أمام مونتري بنصف نهائي مونديال الأندية. سبورت 360، مينامينو سيجري الفحص الطبي في ليفربول اليوم. موقع كورة، إعلان قوائم المرشحين النهائية لجوائز دبي جلوب سوكر. وبوابة الشروق الليلة كلاسيكو، مباراة مرتقبة طبعا ما بين ريال مدريد وبرشلونة. ماشي، هناخد تفاعلات حضراتكم طبعا على صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا وتوقعاتكم لهذه المباراة قبل ما نطلع الفاصل، لكن خلينا في الأول نتكلم على الأخبار المحلية والعالمية وبعض التفاصيل الخاصة بهذه الأخبار، بالتالي نبتدي بموقع سوبر كورة، واللي بيتكلم عن كابتن حسام البدري وطلباته للاتحاد المصري لكرة القدم. واحنا اتكلمنا في الجزئية دي امبارح، والراجل ليه طلبات أو طلبين بالتحديد. الطلب الأولاني أن أي مباراة ودية أو رسمية على استاد القاهره بحضور جماهيري غفير، يعني افتحوا الساعه كلها بالتنسيق طبعا مع الجهات الامنيه وليهم كل التقدير والاحترام، وجيبوا لنا الجمهور، لان ده هيبقى شيء مهم جدا بالتحديد في المباريات الرسميه واول المباريات الرسميه بالنسبه لمنتخب مصر في شهر مارس ويونيو في تصفيات كاس العالم 2022 في قطر. وكمان بيتكلم عن ان هو محتاج معسكرين من ما بين 3 أو 4 ايام قبل المعسكر
الرسم او الاجنده الدوليه اللي هتكون في شهر مارس، هو عايز يبقى في تواصل مع اللاعبين برضو، هو حقه الراجل ما لحقش خلال الفتره اللي فاتت، عادلنا ماتشين في التصفيات الافريقيه وكل هذه الامور، اكيد الراجل عنده ترتيبات معينه بالنسبه للكابتن حسام بدري. الخبر اللي بعده بقى بيقول ايه؟ بيقول ان من موقع مبتدا ان اتحاد الكره يوافق على طلبات الكابتن حسام بدري، وان في وعود او وعد من الاستاذ عمرو الجنايني للكابتن حسام البدري بتنفيذ الطلبين دول بالتحديد. يعني موضوع استاد القاهره ده طلب سهل، موضوع يبقى في معسكرين 3 أو 4 أيام اعتقد ان هو طلب صعب شويه عشان ضغط المباريات والتاجيلات اللي حصلت قبل الفتره اللي فاتت. في بعض الاحيان بيبقى في وعود من الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه، بس للاسف بعض الوعود دي ما بيتنفس اطلاقا يعني، او بيؤجل، ظروف بقى بتواجههم كلام من ده، لكن سهل جدا انك توعد، صعب انك تنفذ خلال الفتره الحاليه. هنشوف، نتمنى ان هم ينفذوا وعودهم طبعا في كل الملفات يعني. طيب نروح للفجر الرياضي، وشوقي غريب يحسم مصيره من العروض العربيه. يعني بيقال ان كابتن شوقي غريب جاله عرض من منتخب عربي، لكن خلاص يعني كابتن شوقي غريب مكمل مع منتخب مصر الاولمبي، حقق حلم بالنسبه له وبالنسبه للمصريين، فمستحيل ان هو يفكر في اي عرض اخر. الراجل مكمل مع منتخب مصر الاولمبي، ممكن بعد الاولمبياد بقى يبقى يشوف هيعمل ايه، لكن اكيد خلاص هو ملم بكل الامور الخاصه بالمنتخب، بالعناصر، كيفيه التعامل معاهم، الجوانب الفنيه، وهو مدرب اكيد مميز. لكن في كل الاحوال كابتن شوقي غريب موجود هو وجهازه المعاون. كمان من الوطن سبورت، كابتن شوقي غريب بيطمن على رمضان صبحي وبعد اصابه رمضان، وطبعا احد العناصر الاساسيه في المنتخب الاولمبي سواء في الفتره اللي فاتت او في الفتره الجايه طبعا في الاولمبياد، فاطمن على الاصابه والامور ماشيه بالنسبه له ازاي. فده امر ودعم معنوي مهم جدا مدير الفني المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب بالنسبه لي رمضان صبحي والتواصل الهاتفي معاه. نروح لموقع الكابتن، وبتقول ازمه جديده في اللجنه الخماسيه. الازمه ايه؟ عباره عن ايه؟ قال ان في مشكله ما بين الجنايني ومحمد فضل بسبب بطوله افريقيا تحت 23 سنه، وهي بتتمثل في ايه بالظبط عشان نوضح لحضراتكم؟ ان بيبقى في مدير البطوله، بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، كان مين مدير البطولة؟ كان حسام الزناتي اللي هو رئيس لجنة المسابقات، لكن هو كان يعني اختصاصه في البطولة مدير البطولة. فبالتالي بيبقى في مفروض توقيع على الكشوف الخاصة بالبدلات لجميع العاملين في مختلف اللجان الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت تحت 23 سنة. فبالتالي بيقال إيه؟ إن حسام الزناتي ما رضيش يوقع على كل هذه الكشوف أو الكشوفات، وإن اللي بيشجعه على كده كابتن محمد فضل طبقا للخبر. فبالتالي كابتن او الاستاذ عمرو الجنايني لجأ لسياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عشان يحل الازمه دي، وان دايما بيبقى في ازمات ما بينه وما بين محمد فضل. نتمنى ان التركيز كله مش على الازمات اللي ما بين الاشخاص الموجودين في اللجنه الخماسيه، التركيز كله على كيفيه تطوير الكره المصريه، كيفيه التعامل مع مختلف الملفات، لان ده بيبقى الامر الاهم في كل الاحوال للجمهور المصري. احنا كجماهير مصريه ما يهمناش مين زعلان من مين او مين مختلف مع مين او مين عايز يفوز على مين في بعض الملفات يعني، احنا يهمنا ان احنا نلاقي النتائج الايجابيه في كل الملفات اللي نتمنى من خلالها يتم تطوير الرياضه المصريه. هنشوف التعامل ان صح هذا الخبر مع الجزئيه دي هيكون ازاي من قبل وزير الشباب والرياضه. نروح لليوم السابع وملف اخر مهم بنتكلم عنه كل يوم، وهو ملف الفار. واتحاد الكره يكلف وليد العطار بملف الفار، وكمان كلفه بالمتحدث الرسمي بخصوص هذا الملف وبالتواصل ومخاطبه الاتحاد الدولي في كيفيه تطبيق هذا او هذه التقنيه في اسرع وقت ممكن. الناس في اتحاد الكره او في اللجنه الخماسيه عايزين امتى الفار يبقى موجود؟ يعني على اقل تقدير يبقى مع بدايه الدور الثاني، ان لو قبل كده كمان يبقى حلو قوي، هم هيبقوا سعداء بكده وكلنا في الحقيقه هنبقى سعداء بالجزئيه دي. العقبات ايه؟ بتتمثل في اهميه تدريب الحكام على التقنيه دي، اهميه تطبيق التقنيه في بعض المباريات الوديه والمسابقات الخاصه بقطاعات الناشئين، بالتالي انت ما عندكش البنيه التحتيه او الملاعب الجاهزه لتطبيق تقنيه الفار في القطاعات الناشئين، فكلها صعوبات. يا رب يتعاملوا معاها، ويا رب في الاخر الناتج يكون ايه؟ ان الفار موجود عشان نتلاشى ونتجنب اكبر كم ممكن من الاخطاء التحكيميه اللي معتادين عليها نسبيا في الدوري المصري، لكن في تطور السنه دي نسبي في اداء الحكام، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وهم في الاخر بشر رغم ان بيبقى في بعض الاخطاء ما فيهاش نقاش يعني. طيب
نروح لخبر آخر في الجول. طيب في الجول رضا شحاتة بيقول إن ما يهمنيش الاستمرار مدربا للجونة ولا نحتاج تدعيمات في يناير. طيب أنا قبل ما أتكلم على خبر في الجول، أنا في مصدر دلوقتي بيكلمني من وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة، وبيأكد لي على جزئية الأزمة ما بين عمرو الجنايني ومحمد فضل، والراجل بعت لي هو على الواتساب وبيقول لي إن الخبر بتاع اتحاد الكرة ده صح، وإن كان في اجتماع امبارح في الوزارة، وفعلا الزناتي ما رضيش يوقع على كشوف البدلات، وموضوع في طريقه للحل باذن الله. ماشي، نتمنى ان الحلول ده فيما يتعلق بالخبر. هتقولي تاني يا بيه، وبعد اذنك الخبر بتاع موقع الكابتن وهو الخاص بازمه جديده بين الجنايني وفضل بسبب بطوله افريقيا تحت 23 سنه. معانا يا جماعه؟ تمام، فالخبر ده صحيح طبقا لمصدر من وزارة الشباب والرياضة، تواصل معنا دلوقتي حالا على الواتساب وقال لنا ان الخبر صحيح، وان فعلا حسام الزناتي مش موافق على التوقيع على الكشوفات الخاصة بالعاملين في مختلف اللجان في بطولة الأمم الأفريقية، بما انه طبعا مدير البطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وان المشكلة في طريقها للحل. نتمنى ان شاء الله المشكلة تتحل. ماشي، نرجع لخبر في الجول والكابتن رضا شحاته. وفوز كان غالي جدا للجونه امبارح على بيراميدز في مباراه كانت قويه تالق فيها بالمناسبه، لان البعض ما بيبصش لمواهب معينه وبيركز على مواهب اخرى. هي مواهب، لكن عندنا احمد دياس ريان لاعب مميز جدا في الجونه ومعار من النادي الاهلي. الراجل امبارح عمل جون وجاب جون رائع في احمد الشناوي. المباراه انتهت 3-2 في مباراة مثيرة على ملعب الدفاع الجوي ملعب بيراميدز، وفوز الجونة في فوز غاية في الأهمية بالنسبة لهم بعد الكبوات اللي تعرضوا ليها خلال الفترة اللي فاتت. الكابتن رضا شحاتة تصريحاته، هو المدير الفني المؤقت لنادي الجونة، قال إيه؟ قال إن أنا ما يهمنيش الاستمرار مدربا للجونة، ومتقبل جدا إن أنا أكون رجل أول أو رجل تاني، وإن إحنا مش محتاجين تدعيمات وعندنا لاعبين مميزين جدا، كانوا محتاجين بس إن إحنا نشيل من عليهم الضغوط النفسية خلال الفترة اللي فاتت. وقال إن التنسيق مع الكابتن حسام غالي مميز جدا كمدير كرة، والأمور ماشية بشكل جيد، وإحنا في طريقنا للإصلاح بالنسبة لفريق الجونة. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله، لكن لازم أركز على أحمد ياسر ريان، لعيب مميز جدا ومستقبل بل الهجوم في مصر زيه زي مصطفى محمد. طبعا مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، لعيب كويس جدا ومستقبل الهجوم في مصر، لكن ايضا احمد ياسر قيمه هجوميه جديده ومميزه واضافه للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه، وعنده مهارات متعدده وبتبان من خلال المباريات مع نادي الجونه، وان شاء الله يعود للنادي الاهلي يكون مميز باذن الله. نروح ل 1-3 وبتتكلم على مباراه اليوم ما بين ليفربول في موقعة صعبة أمام مونتري بنصف نهائي مونديال الأندية. مباراة هتبقى صعبة جدا، فريق مونتري المكسيكي فريق جيد، فاز على السد على ما أتذكر 3-1 أو 3-2، فبالتالي هتبقى مباراة قوية. ليفربول طبعا عينهم على البطولة، يعني ما ينفعش يبقى الموضوع صعب مش حلو بالنسبة لهم، ما خدوش اللقب يعني. ان شاء الله يفوزوا النهارده، احنا نتمنى فوزهم، لان طبعا نجمنا المصري محمد صلاح تبقى بطوله جديده ليه، تفرق معاه في المنافسه على الكره الذهبيه الافريقيه، وتفرق معاه في امور كتيره باذن الله. يفوز النهارده ويكسب فلامينجو ان شاء الله باذن الله في النهائي ويكونوا موفقين. المباراه النهارده الساعه 7:30. لسه مع ليفربول من سبورت 360، وواضح كده ان ليفربول في طريقهم للتعاقد مع لاعب جديد، وهو اللاعب الياباني تاكومو مينامينو. يعني طبقا للتقارير في الصحافه الانجليزيه ان هيكون في فحص طبي النهارده للاعب، وده لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي واللي واجه ليفربول في ماتشين في دور المجموعات من الشامبيونز ليج، وفي اعجاب كبير جدا من يورجن كلوب باللاعب ده. وبالمناسبه مش ده اللاعب الوحيد اللي بينضم من سالزبورج ليفربول، حتى لو مش بشكل مباشر كان قبليهم او قبليه كان في نابي كيتا وساديو ماني لعبوا فتره من فترات في ريد بول سالزبورج، فاكيد هيكون اضافه هذا اللاعب. الصفقه هتكون ما بين 7 و7.5 مليون يورو، هنشوف ممكن يتم الاعلان قريبا من قبل ليفربول. طيب نروح لاخر خبر معانا، بوابه الشروق والليله كلاسيكو الارض بين برشلونه وريال مدريد في كامب نو. في مخاوف امنيه، واحنا عارفين المباراه دي كانت مؤجله من الاسبوع العاشر، كان في مشاكل في كاتالونيا، وانتوا عارفين موضوع المطالبه باستقلال اقليم كاتالونيا ومشاكل امنيه كتير، لكن المره دي اكيد في تامين كبير جدا لهذه المباراه. خليني اقول لحضراتكم
بعض الاحصائيات الخاصه بالفريقين، موقف الفريقين في الليجا. الاثنين طبعا بيتصدروا فرق الاهداف، بس لبرشلونه لعبوا 16 ماتش، الفرقتين فوز لبرشلونه 11، فوز 10 لريال مدريد، تعادل برشلونه ماتشين، ريال مدريد تعادلوا 5 ماتشات، برشلونه خسر 3 مباريات وريال مدريد خسرت مباراه. برشلونه سجلوا 43 هدف، ريال مدريد سجل 33 هدف، واستقبل كل فريق برشلونه 20 جون وريال مدريد 12 جون. النقاط 35 35، المركز الاول لبرشلونه فرق اهداف عن المركز الثاني ريال مدريد. مباراه هتكون غايه في القوه والروعه، لكن بتفتقد بعض العناصر المهمه، ابرزهم طبعا ايدن هازارد نجم نجوم ريال مدريد واللي عنده اصابه. عايز قبل ما اطلع فاصل سريعا اخد تفاعلات جمهورنا الحبيب جمهور النادي الاهلي وتوقعاتهم لمباراه اليوم ما بين ريال مدريد وبرشلونه. نبتدي بي محمد بدران بيقول عوده حميده، شكرا يا ابو حميد. ونروح لجهاد شعبان بتقول فوز برشلونه ان شاء الله. محمد صياد بيقول ريال مدريد 3-0 يا رب يا محمد. محمد مكي بيقول 4-3 الريال يا مسهل. جهاد شعبان الاهلاوي بيقول، او دي جهاد هي برضه بتقول فوز برشلونه. ماشي طيب الناس تتكلم على ماشي، متشكر جدا لحضراتكم في الحقيقه يعني. نروح لفارس ابو بلال، فواز بيقول ان فوز برشلونه، ده فارس بيقول فوز برشلونه 2-1. عوده حميده اتش شكرا يا احمد جدا. برشلونه هيكسب 4-0، ده محمود بيقول كده نتيجه كبيره جدا، اعتقد ان يعني صعب تحصل. حمدي سامي قال 3-1 للبرشا. بولا زكي قال فوز البرشا 4-1. التوقعات الاغلب بصراحه لبرشلونه، وخلينا نكون منطقيين، الاقرب لفوز برشلونه بسبب الغيابات الموجوده عند ريال مدريد. لكن طبقا المباريات دي زي مباريات طبعا الاهلي والزمالك طبعا مع الفارق في المستويات، لكن في كل الاحوال ما لهاش توقعات يعني. خلينا خدنا بعض التوقعات من فيسبوك، بعد قليل ناخد بعض التوقعات من تويتر. عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي عشان نتكلم معاه في بعض الامور الهامه، سواء بتخص الرياضه المحليه العالميه وبالتحديد اخبار النادي الاهلي واستعدادات لمباراه الغد، وده الاهم بالنسبه لنا في كل الاحوال. استنونا بعد الفاصل. مبروك يا ديك، ماشي الحال، ما انت عامل ايه؟ منور استاذ محمد الديك الناقد الرياضي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، بنرحب بيه طبعا. وعندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، وبصراحه زي ما احنا متعودين منك دايما. نبتدي بالنادي الاهلي، مباراه بكره مباراه مهمه قوي، فريق صعب، فريق اسماعيلي منتشي بانتصارين متتاليين، دوافع جديده، اهداف محدده بالنسبه لهم اكيد. بتشوف المباراه دي ازاي من وجهه نظرك؟ بص، هو مباراة الأهلي والإسماعيلي بغض النظر عن ترتيب الفريقين في الدوري قمة لوحديها، من أهم لازم تعتبر مباراة قمة نظرا لتاريخ الفريقين، عراقتهم، النجوم الكبار اللي شفناهم بيلعبوا طول مسيرة الفريقين في بطولة الدوري الممتاز تحديدا. فريق الإسماعيلي زي ما أنت قلت منتشي بانتصارين بالظبط ورا بعض يوم، دي حاجة. الحاجة الثانية بيقدم مباراة كويسة في البطولة العربية، هيلعب مع الاتحاد كلاسيكو مصري عربي. البطولة العربية فرقت مع الاتحاد والاسماعيلي جدا 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 لا جدا. بص يا جماعة، بتضيف خبرات اللاعب بعيد عن المسابقة المحلية، أكيد صح يعني صح. في انك انت بتحتك بدول عربية ومدارس مختلفة، ده بيدي اللاعب نفسه خبرات زيادة شوية. هضيف بس حاجة ثانية، وجود ادهم السلاحدار ومحمد محسن او جيش على راس الجهاز الفني الاسماعيلي هيدي للمباراه طعم ثاني. ليه؟ لعيبه الاسماعيلي ونجوم الاسماعيلي يعرفوا يعني ايه ماتش الاهلي والاسماعيلي طبعا، على عكس بس المدرب الاجنبي اللي هو ايه ممكن يعتبرها ماتش عادي، خسرت ماتش، لا انا عندي رصيد كويس في الفرقه، لا مش عارف ايه. فده برضو هيدي دافع، هذه المباراه هيدي دافع معنوي للعيبه، او يعني اهتمام شويه زياده شويه بالمباراه بعيد عن الماتش نفسه او موقف الفريقين في البتاع. يمكن المباراه يعني الاهلي او الاسماعيلي فيهم غيابات شويه هتاثر على الفرقتين، يعني قائمه الاسماعيلي فيها 8 لعيبه اول مره هيكونوا موجودين في ماتش الاهلي والاسماعيلي. الاهلي شويه الاصابات الكتيره شويه، شفنا في القايمه، شفنا وجوه جديده في القايمه الجديده. بس فكره ان الاهلي مستر فايلر عمل حاجه لطيفه جدا الفتره الاخيره، اللي هو وجود البديل الكفء
كويس. وده اللي شفناه في كذا ماتش، شفنا احمد الشيخ بينزل بيغير نتيجه ماتش، شفنا وليد سليمان بينزل بيغير نتيجه ماتش، وليد ازارو الفتره الاخيره استعاد حسيت الاهداف. ده كله هيديك مباراه ممتعه كويس. يعني بعيد عن الحاجه الثانيه، الاهلي ليه دوافع زياده على الاسماعيلي. اولا استمراريته على الصداره كويس، سلسله هزيمه متتاليه في البطوله اللي هو يعني ست ماتشات، العالم الكامله 18 نقطه. برضه الحاجه الثانيه فكره ان الـ 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 الناس بتتكلم الاهلي كسب حرس الحدود 1-0 وكان ماتش صعب شويه، لازم الجمهور الاهلي يعرف ان بطوله الدوري بطوله لتجميع النقاط. طبعا هيجي فتره من فترات الاهلي هيعمل المعدل اللي الجمهور عايزها اللي هو الاداء الجيد مع نتائج الماتشات. فالمباراه بكره فيها يعني هنشوف مباراه ممتعه. الاهلي يعني قادر ان هو يتجاوز الغيابات الموجوده عنده، زي ما قلت لك مستر فايلر عامل توليفه كويسه جدا، عنده البديل الكفء. رمضان طبعا هيفرق كتير، احمد فتحي برضه هيفرق كتير. شايف ان الغيابات هتبقى مؤثره على النادي الاهلي؟ مع التوليفه يعني الاخيره سليه فتحي رمضان مع التوليفه الاخيره مش هيتاثر قوي. مش هتأثر قوي. برغم ما قلت لك ان هو عمل المستر فايلر اللي الناس كانت بتتكلم فيها ان هو بيغير كتير في التشكيله ومش عارف ايه، الاهلي هيبني ثمار القصه اللي بقول لك فيها، قصه التدوير الكتير والكلام ده كله. لا الاهلي الفتره اللي جايه يعني الاهلي عنده شهر صعب جدا، سواء الاسماعيلي الاتحاد في الدوري، بعد كده عنده بلاتينيوم رايح جاي، فلا الدنيا يعني صعبه شويه هتبقى في الماتشات. بس الاهلي بخبرات اللعيبه الموجودين قادر ان هو يتخطى مرحله الغيابه دي ان شاء الله. طيب بتشوف ازاي عوده بعض اللاعبين؟ يعني مثلا زي محمود متولي، علي معلول بيعود كمان، وحسام عاشور وجيرالدو. ما انا زي ما قلت لك الاهلي بتكلم عن مصابين كمان بالتحديد. انا فاهم قصه علي معلول، لاعب لا غنى عنه في تشكيله الاهلي. تمام. محمود متولي قصدي هيعمل اعاده اتزان لخط الدفاع. برغم ان يعني انا اخطاء اللي بتحصل طبيعيه، بس مش مؤثره قوي، بدليل ان الاهلي اقوى خط دفاع لحد دلوقتي. بالظبط، جون واحد بس. جون واحد. نفس القصه في دور المجموعات في افريقيا، دخل فيه جونين، فيعني العمليه مش معضله قوي او مشكله واضحه قوي. نفس القصه جيرالدو، لعيب مؤثر جدا. هيفيد الاهلي في فتره وجود عدم وجود رمضان، ممكن يكون بديل لرمضان جيرالدو. وبتلعب مثلا انت تغير احمد الشيخ او تغير وليد سليمان، هو لعب في مكان رمضان في ماتش بني سويف كان جدا. انا بقول لك انت ممكن تبدل، يعني مستر فايلر يعني قصه الجناحين بالتحديد دولت رمضان او حسين بيبدل فيهم هنا يمين او شمال. فجيرالدو هيبقى عندك تغييره تستفيد بيها في المكان يمين او شمال. تتوقع مين اللي يلعب، علي معلول ولا محمود وحيد؟ الاثنين جاهزين وموجودين. لا خبرات علي وحيد، علي معلول ترجح كفته بكره. يعني خبرات علي معلول ماتش صعب قدام الاسماعيلي، يعني زي ما قلت لك برغم موقف الاسماعيلي في جدول الدوري الممتاز، تظل مباراه قمه، مباراه صعبه جدا 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 على الفريقين. اعتقد ان علي معلول لو الجهاز الفني هيختار علي معلول. علي معلول. طب ما تيجي نتوقع التشكيل كده مع بعض. ماشي. في حراسه المرمى الشناوي. طبعا ده حاجه اساسيه. تمام. دي الحاجه الوحيده اللي مضمونه. دي الحاجه الوحيده اللي مالهاش خلاف. في ظل وجود تألق. لا 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 منافسه قويه. لا منافسه قويه. لكن في خط الدفاع بقى. خط الدفاع نقول من اليمين محمد هاني. هاني. محمود متولي. متولي يرجع على طول يلعب. يطلع يلعب. تمام. رامي. ربيعه. لا ممكن متولي ممكن تحط مكانه ايمن اشرف يعني. او ايمن اشرف. او ايمن اشرف. علي معلول. تمام. نص الملعب قفشه لا خلاف عليه. قفشه موجود. اعتقد اليو ديانج بعد ما فيش حل تاني. في عاشور. لا يعني اليو يبقى بالنسبه للاختيار اجهز. ثانيا كمان عاشور لسه راجع من الاصابه، فيبقى يعني يبقى صعب. يبقى صعب ان هو غاب عن التدريب الفتره الاخيره، فيبقى صعب ان هو ينزل في ماتش زي كده. تمام. الرباعي الامامي. الرباعي الامامي هيبقى فيه عندك وليد سليمان. وليد و الشحات. وممكن اجايه وازار يلعب راس حرب. ازار. ده التشكيل ممكن يكون الاقرب يعني. وبعد كده برضه في وجهه نظر يعني فايلر اكيد اضرب اوراقه هو اضرب كل شيء. بالتالي انا عايز اتكلم معاك شويه عن المنافسه على بطوله الدوري، يعني خصوصا بعد هزيمه الزمالك، تعرضوا لهزيمتين حتى الان في بطوله الدوري، بيراميدز كمان تعرض لاكثر من هزيمه،
وتعادلات وكلام من ده، بتشوف ازاي المنافسه؟ هل كلام البعض على ان الاهلي اقرب لبطوله الدوري ده منطقي في التوقيت الحالي ولا لسه شويه؟ لسه بدري قوي، لسه بدري قوي، لسه بدري لازم قوي. ناكد على الجزئيه دي. لا لسه بدري قوي قوي قوي، انت بتتكلم في 34 اسبوع يعني حاجه، انت بتتكلم مثلا الاهلي لعب 6 ماتشات لسه قدامه يعني حاجه كبيره قوي. هي بس الفكره يا امير، هزايم المنافس دايما بتبقى دافع معنوي للعيبه الاهلي. يعني الاهلي بس بيركز في خط ماشي في سكته زي ما هو ماشي، بس طبيعي ان الاهلي يبقى عنده بيبص على المنافسين ليه، سواء الاسماعيلي او الزمالك او بيراميدز. انت نسيت نقطتين كمان، وجود يعني حصنة سوداء زي المقاولين وزي الاتحاد السكندري طبعا. زي ما انت قلت، الاتحاد السكندري تحديدا مشاركته في البطوله العربيه فادته بشكل كبير جدا فعلا. الاستقرار الاداري بوجود مجلس اداره مستقر، الكابتن طلعت يوسف معاهم من السنه اللي فاتت، عنده خبرات لعيبه موجوده، لعيبه اهلي والزمالك دي يعني الاتحاد استفاد منها كتير جدا. دليل ماتش المقاصة الاسبوع الاخير، كان اتقدم اتاخر اتعادل اتقدم، يعني في كان ماتش رايح جاي. خبرات اللعيبه زي احمد رفعت، زي خالد قمر، زي نور السيد، زي هشام محمد، زي احمد نبيل منجا، الناس الكبيره اللي موجوده في صفوف الاتحاد يعني بتاع دوت. القصه الثانيه اتكلم فيها فكره بيراميدز. بيراميدز عنده مشكله ان المدرب بتاعه احيانا بيبقى عنده تخوف من المنافس. فعلا دي سلبيه واضحه يا نادي. يعني انت بتلعب اسمك اسمك بيراميدز كل السنه اللي فاتت بتنافس لحد الجوله اللي قبل الاخيره مثلا، عندك لعيبه تقال، يعني انت بتتكلم في ملايين بتلعب في الارض، يعني مش حاجه حاجه خفيفه. بس هو واضح انها شخصيه المدرب مش ماشيه مع الفريق. لكن تخسر من الزمالك 2-0، بعد كده تخسر من الجونه 3-2، وتخسر في الدقيقه 93 94. ده انت تعادلت في الدقيقه 93 وجيت وجيه في الدقيقه بعدها بدقيقه، يعني على حاجه الطريقه اللي بيلعب بيها برضه مش مختلف. يعني انا بشوف مثلا في البطوله الافريقيه بيلعب بطريقه والدوري يلعب بطريقه ثانيه. لا يعني ماشي واضح كويس جدا في البطوله الافريقيه جدا، لا بيكسب نتائج 6-4 و3 وبيكسب بره وجوه. فهو في مشكله في المدرب نفسه. ما اعرفش هو مثلا عنده مثلا كان عنده مثلا زي ما تقول كده نشوه البدايه وبعد كده همدت شويه، او ده مستواه الطبيعي. يعني في علامه استفهام كبير قوي يعني بالنسبه لبيراميدز. الزمالك زي ما قلت لك الهزيمه ام بي لسه كارتيرون بيكتشف الفريق شويه، بعدها كسب ماتشين الدنيا بدات تبقى كويسه. يمكن المشاكل الداخليه في نادي الزمالك اثرت شويه. نتمنى عوده اي المنافسه في الدوري، لكن قصه الاهلي ضمن الدوري لازم يكون في منافسه في الدوري، لازم مبقاش حلو. لا مبقاش حلو دي السنه اللي فاتت، الناس كلها الاهلي في المنطقه الدافئه، الاهلي هيهبط، الاهلي كان المركز ال 18. بس زي ما قلت لك يعني الاهلي لسه دلوقتي الاول الحمد لله، وحاجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، بس عنده ماتشين مؤجلين. يعني تخيل مثلا الاهلي لو كسب الماتشين دولت هيبقى 24 بونت ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنتكلم بقول لك يعني الفرق هو احنا نتمنى ان يبقى في منافسه، اهلا بالمنافسه في اي وقت، لكن في كل الاحوال الاهم الاهلي يكسب الدوري في الاخر. يعني عايز ان نتنافس لازم يعني يبقى القصه زي ما قلت لك، المنافسه دي حاجه كويسه تخدم الكره المصريه بشكل عام، تخدم الاهلي في منافسات الافريقيه بره، تخدم منتخب مصر، انك انت عندك لعيبه كويسه الفتره اللي جايه لازم تبقى في وجوه جديده. اللي عرفت ان حسام البدري بيفكر في وجوه جديده لضمها لازم بعد المستوى السلبي اللي حصل في الماتشين اللي لعبهم. فلا اتمنى يعني حتى الجمهور يستمتع، يعني اتمنى لو دوري زي الدوريات مثلا، مش هقول لك الدوريات الاوروبيه عشان احنا الدوريات الاوروبيه بالنسبه لنا في مسافات مجرات بيننا وبينهم، يعني مسافات ملايين ضوئيه يعني من السنين. بس برضه بنحب الدوري المصري، حاجه غريبه يعني. ليه ليه طعم خاص بالظبط، ليه طعم خاص برغم مثلا انت مثلا ما فيش جمهور، ما فيش انتظام مسابقه، في مثلا مشادات بتحصل او تلشنه والحاجات اللي زي كده، بس سخونه الدوري المصري ليها طعم مختلف طبعا، اقل من افضل الدوريات في منطقه الشرق الاوسط اكيد. بعيدا عن كل الظروف اللي بيمر بعيدا عن اي سلبيات او اي حاجه، يظل الدوري المصري من افضل الدوريات في منطقه الشرق الاوسط. طيب بالتالي شايف ان النادي الاهلي جاهز السنه دي بالتحديد كمان في المنافسه الافريقيه ولا الامور ايه؟ لا الاهلي يظل مرشحين الاوائل لاقتناص البطوله بعيد عن اي حاجه، يعني رغم اللي حصل السنه اللي فاتت والظروف اللي تعرض لها الاهلي بالاصابات والغيابات والتوقفات الكتيره والبتاع، لا الاهلي يظل رقم واحد في البطوله الافريقيه. الاهلي عنده زي ما قلت لك عنده مدرب واعي جدا. الحاجه المهمه جدا في مستر فايلر ان هو بيجيد قراءه الماتشات صح، يعني عنده الناس كلها زي ما قلت لك في الماتش بتاع حرس الحدود
الكابتن طارق العشري بيلعب على قد ظروف امكانيات فرقته ونحترم قدرات حرس الحدود. كابتن طارق العشري والكابتن طارق العشري قال لك يعني هو في تصريح دلوقتي لسه شايفه دلوقتي بيقول لك انا الناس كلها محللين مش هتنفع فريقي صح، يعني انا محلل عايز العب هجومي واشيل على الاقل واشيل 5-6 من الاهلي فلا يعني هي القصه كلها لا انا بلعب على قد امكانياتي وبلعب قدام بطل يعني برضه في رغم البتاع دوت الفرقه مستر فيرنا زي ما قلت لك عمل تغييره وتبديله في الملعب فتح الاجنحه بحيث ان يطلع مثلا عمرو السوليه ما يعملهاش حد الا يكون حد واعي لقدرات لعيبته وعارف امكانيات كل لاعب ان مثلا عمرو السوليه شويت او بصير كويس او مجدي قفشه بصير كويس عنده مثلا الاجنحه بيطيروا على الجناب بشكل كويس جدا فلا النادي الاهلي السنه دي بمناسبه تغييرات مستر فايلر في مباراه الحرس البعض بينتقد تغييراته بيقول ان هو اتصرف بشكل خاطئ نسبيا يعني لكن في كل الاحوال انت النتيجه انت ليك النتيجه زي ما قلت لك وايضا وارد ان المدرب يبقى في مباراه موفق في تغييراته ومباراه موفق دي حسب يعني مثلا هو الفكره زي ما قلت لك انا بختار اللعيب بتاعي وفقا للفتره التدريبيه اللي بيقعدها معايا ووفقا للفتره في الماتشات الاخيره اللي لعبها معايا صح يعني مثلا شفت مثلا اليو ديانج هيفيدني في بيأدي تدريبات كويسه جدا وعندي ازمه في نص الملعب هديله هو صح. زي ما انت بتقول مثلا حسام عاشور حسام عاشور تاريخ ونجم كبير والكلام ده كله بس حسام الفتره اللي فاتت دي كان غايب عن التدريبات فالطبيعي ان انا مثلا ماتش زي الاسماعيلي هدي الاجهز بالظبط وانا كمدرب مفيش مدرب بيتمنى الخساره اكيد يعني خلينا نبقى منطقيين مفيش مدرب يتمنى ان هو يخسر سواء مثلا في بطوله تجميع نقاط او في بطوله مثلا جيم واحد مثلا الخروج المغلوب الحاجات اللي زي كده لا الاهلي زي ما قلت لك عنده مدرب كويس جدا استقرار فني واداري الكابتن محمود الخطيب مجلس اداره عاملين شغل رهيب جدا تدعيمات يعني بدات تدعيم الصفقه الاولى بتاع النادي الاهلي مدرب كهربا وزي ما قلت لك لو انت فاكر من شهرين ان كهربا كنت اتكلمت وقتها انت والمنتخب والاهلي والكلام ده كله السوشيال ميديا عملت ضجه بحاجه يعني ما لهاش لزوم من يعني شهرين قلت من شهرين. انا ما قلتش حاجه من شهرين انا اللي قلت انا قلت كنت موجود معاك انا اللي كنت موجود معاك اللي وقتها كان اتكلم ان السوشيال ميديا ان حسام البدري ضمه علشان يبقى كوبري لانضمام المنتخب مش عارف الكلام ده كله ده كان كلام للكابتن حسام البدري كان كلام ايوه اتكلم بقول لك وقتها كانت اللي هو مشكله من لا شيء لكن النادي الاهلي سلك الطرق السليمه تعاقد مع لاعب من الدوري البرتغالي برضه اللي كرر حمود كهربا انضم للنادي الاهلي من فريق في الدوري البرتغالي بيلعب في الدوري البرتغالي بعد ما فسخ اللاعب عقده مع النادي فدي قصه يعني مختلفه بالنسبه لكهربا شايف اهميه التعاقد مع كهربا ايه من وجهه نظرك بالنسبه لعيب سوبر لعيب سوبر في دك سوبر لا ما لهاش حل يعني ما ينفعش تقول اقل من كهربا لاعب سوبر لعيب بيفيدك في كل الاماكن يعني الناحيه الهجوميه يفيدك الناحيه الدفاعيه شغال نص ملعب شغال تحت راس الحربه شغال احيانا يلعب راس حربه لعب في ماتشات كتيره في الدوري السعودي او مع الزمالك راس حربه اللقطه دي او اللقطات اللي احنا شايفينها دلوقتي جمهور النادي الاهلي كان منتظرها بقاله فتره كبيره جدا واخيرا اتحققت يعني لعيب بقيمه كبيره واضافه فنيه ممتازه جدا لا جدا لا لا جدا يعني من صفقات السوبر اللي يعني اللي فعلا مجلس الاداره يشكر عليها والجهاز الفني ولجنه التخطيط بتاع النادي الاهلي لا دي صفقه زي ما قلت لك صفقه سوبر والنادي الاهلي هيجني ثمارها خلال الفتره اللي جايه زي ما قلت لك يعني لو كهربا مثلا موجود مثلا في ظل اصابه رمضان صبحي هيديك بديل سوبر يعني هينفع يلعب يمين شمال ينزل تحت راس الحربه يلعب راس حربه وقلت لك يعني فعنده كذا مكان متاح ان هو يلعب فيه مش هيعمل مثلا انك انت مثلا هتجيب لعيب يقعد على الدكه او يعمل مثلا مشاكل زي ما الناس بتقول لا الكلام ده مش موجود ثانيا زي ما قلت لك انا لجنه التخطيط فيها ناس لعبت كوره حريفه كوره كابتن محسن صالح الكابتن خالد بيبو والكابتن زكريا تحت اشراف طبعا الكابتن محمود الخطيب فلا يعني انت بتتكلم في ناس تعرف اللعيب هيفيد ولا لا بالتالي هو اضافه جدا لا لا قلت لك صفقه سوبر لا كلمه سوبر دي كلمه قليله كمان عليها تمام ماشي متوقع الصفقه الاخيره للنادي الاهلي هتكون في انهي مركز من وجهه نظرك او من خلال توقعك انت يعني راس حرب راس حرب الاقرب النادي الاهلي يتعاقد مع راس حرب راس حربة وراس حربة سوبر كمان وفي كلام يعني على بعض الاسماء المميزه جدا هتبقى فعلا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي مع المجموعه الموجوده طبعا صح يعني انت بتتكلم في وليد ازهر وفي صلاح محسن ومروان محسن لا يعني ما الناس نجوم برضه في اماكنهم وناس بيقدموا بشكل كويس جدا يمكن مش ظاهرين لفكره ان فايلر بيعمل تدوير وعنده مهاجمين في كذا مكان يعني برضو الحاجه اللي الناس مش واخده بالها
انك انت عندك مدافع بيجيب جول، عندك نص ملعب بيجيب جول، عندك جناح بيجيب جول، ففي كذا حد بيجيب جوان. انت يعني عارف بطوله دوري ابطال افريقيا لحد دلوقتي انت عندك 11 لعيب جاب اجوان تقريبا وتسعه في الدوري طب دي حاجه ايجابيه. انا بقول لك ساعات بتبص لها ليه دي، كان انت مثلا المفروض المهاجم هو اللي يجيب الاهداف. لا ما عشان كده انا عشان كده قلت لك ما هو ممكن مثلا وليد ازار مثلا مركز كويس لاستلام الكوره، الباص اللي جاي من ورا كمحطه، الجناحين يفتحوا، اللي جاي من ورا يسد. شفنا مجدي قفشه، شفنا اليو ديانج، شفنا حسين الشحات، شفنا وليد سليمان، شفنا عمرو السلاي اللي جاب الجول الاخير بالزبط. لا فبقول لك يعني فكره فايلر مدرب يعني كويس جدا 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 الهجوم يعني جدا. اقول لك يعني فكره انك انت في عندك كذا لعيب في كذا مكان بيجيبوا جول، ودي حاجه كويسه. فكره انك انت ما تعتمدش مثلا على قدر الله مثلا المهاجم مثلا النهارده مش يومه، عندك حلول تانية ممكن تجيب منها اهداف. بس عندنا لعيب كبير قوي احمد فتحي بصراحه. لا جوكر، اما شفت اللقطات افتكرت الماتش، هو لعب في كام مركز الراجل ده ما شاء الله عليه يعني. لا جوكر بعدين ايه طموحه ما بيقفش عند حاجه. لا لا الراجل لعب في كل البطولات في الدنيا مع منتخب مع النادي الاهلي، كل البطولات اللي تيجي على يعني يمسك الخشب زي ما بيقولوا كده، الجسد لا يرحم. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. اقول لك بسم الله ما شاء الله يعني. ونفس الاداء والمستوى احمد فتحي من اللعيبه على مدار كل هذه من اول من اول ما طلع من مع منتخبات الشباب مع الكابتن حسن شحاته نفس الاداء نفس الروح بالظبط نفس طالما تجد ما عندوش مشاكل عند اللعيب ما عندوش مشاكل الاحتراف اللي خاضه فتره الاحتراف اللي خاضه في شيفيلد يونايتد او هال سيتي كسبته خبره النضوج. الفترة اللي لعبها كابتن حسن شحاتة 2006 ل 2010 الفترة دي العالمية والفترة المميزة في تاريخ الكرة المصرية، لازم ياخد حقه. وجوده مع مدارس مختلفة برتغالية فرنسية انجليزية هولندية في النادي الاهلي دي كلها صقلت مواهب احمد فتحي للنادي الاهلي. الجزئية دي مهمة قوي، انا بحب الاهلي قوي قوي قوي. كنت لسه هكمل لك. احمد فتحي رفض اغراءات كتيرة كتيرة جدا 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 في فترات كانت ناس كتيرة تتمنى نص العروض اللي كانت بتجيله. رفض يميل للفانيله بيدافع بالفانيله الحمراء بروحه ما عندوش مشكله. الجون ده تاريخي لا طبعا ده ماتش طلع الجيش. الجون ده تاريخي الجون اللي خدنا بيه الدوري اللي خلانا نلعب ماتش مباراه فاصله مع الاسماعيلي. جون تاريخي الجون ده. المشكله كمان ان احمد فتحي ما بيلعبش اصلا بيلعب بالشمال ما بيلعبش بالشمال اصلا. احمد فتحي ولاد قوي جدا بس جاب جون بالشكل ده في اكتر من مناسبه سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي بعد كده. وبرضه ما تنساش كمان جوله في نهائي الكاس قدام المصري الكره اللي عملها تشيب دي قال لك انا اتفرجت على ميسي فيعني كان الناس كلها الناس كلها تقول لي احمد فتحي اللي هو يعني بيشوط قنابل ازاي يعني لعبها بالهدوء والوقت كان يعني خلاص الماتش بينتهي كره يعني تشيب كده حاجه يعني بسم الله الله اكبر عليه يعني اتمنى له ان هو استمراريه والاستمرار اتمنى له النجاح والتوفيق مع النادي الاهلي السنوات وسنوات ان شاء الله. ولازم العناصر الشابه في الكره المصريه في كل الانديه تتعلم من لازم تتعلم لا 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 لازم تتعلم منه وجود ودي حاجه الكويسه في النادي الاهلي اللي هي يعني تتابع الاجيال انك انت بتجيب جيل من الناس الكبيره الجيل الوسط الجيل الناشئين. شفنا الفتره الاخيره زي ما قلت لك تصعيد كذا لعيب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي مثلا ممكن مثلا جزء منهم مثلا ما يبقاش متواجد مثلا في الماتشات بس في جزء منهم بيتواجد في القائمه ال 18 بالظبط او بيتواجد في التدريبات فاكيد بيكتسب خبرات طيب. سواء التعامل هنا او هنا يعني. خلاص خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل وحديث مستمر عن بعض الملفات الهامه. استنوا ده طيب خلينا اقول لحضراتكم تشكيل ليفربول لمباراه مونتري اللي هتكون في تمام الساعه 7:30 في قبل نهائي بطوله كاس العالم للانديه. والتشكيل فيه مفاجات في الحقيقه يعني بيكر اليسون بيكر في حراسه المرمى دي مش مفاجاه، لكن في خط الدفاع جوميز وميلنر وروبرتسون ارنولد احتياطي هو وماني وفيرمينيو دي مفاجاه في الحقيقه. في نص الملعب هندرسون ادم لالانا نابي كايتا تشامبرلين في الهجوم شاكيري واوريجي ومحمد صلاح. الواضح كده يا ديك ان كلوب يعني عايز يريح بعض العناصر اللعيبه علشان النهائي مباراه النهائي بس دي مجازفه مجازفه انك انت برضه ما تضمنش ظروف مونتيري المكسيكي برضه وفرقه برضه تلعب في قبل النهائي وعندها خبرات كتير قوي في كاس العالم للانديه فلا يعني ما كان المفروض كلوب يحترم شويه البطوله دي خاصه انك انت يعني اول مره يعني ليفربول لها فتره طويله ما شاركتش في كاس العالم للانديه بطوله تضاف لرصيدك لا يعني اعتقد فيها مجازفه كتير قوي يعني مش
اتمنى ما ادفعش ثمنها. ربنا يستر. طيب عشان خاطر محمد صلاح بس. لا بالظبط كده. طيب في خبرين عايزين نعلق عليهم، اللي هو بتاع حسام البدري طلباته للجنه الخماسيه، شايف امكانيه تنفيذ هذه الطلبات. يعني الطلب الاولاني استاد القاهره المنتخب يلعب عليه، والطلب الثاني في موضوع معسكرين قبل معسكر مارس. بص، قصه انك انت تلعب استاد القاهره دي سهله، بس انك تتحدد عدد الجمهور او حاجه زي كده لا دي صعبه. الجهات الامنيه يعني ما فيش حد يقدر يتكلم يحدد حاجه معينه الا الجمهور، بدليل ان الجمهور اتحاد الجهات الامنيه قالت لك ملعب استاد القاهره اللي اكتفي اهلي وزمالك ماتشات الدوري بس، واستاد السلام استضيف المباريات الافريقيه بجمهور عادي ما فيش مشكله. لكن الطلب الثاني اللي هو فكره انك انت تعمل معسكرين، اعتقد ان اتحاد الكره نفسه هيبقى ورطه لو وافق عليه. لو وافق يبقى في ورطه. لسبب بسيط، انك انت عندك جدول مضغوط، عندك بطولات افريقيه شغاله، صح. هيبقى انت اللي قلت كده، انت اللي قلت والتزمت قدام الناس كلها، انا هعمل لكم جدول هنلتزم بيه، هقول لك الساعه كذا يبدا الدوري، الساعه كذا ينتهي الدوري. خلاص نفذ بالظبط يعني. ما نفذ. بعد كده كابتن حسام في المعسكر الاخير قال لك انا اللعيبه والدوري، وانا ما قلتش الدوري توقف. يعني هو حسام بدري انت ده ولا ده يعني؟ خلينا يعني انت قلت توقف الدوري اضر لعيبه المنتخب، ودلوقتي انت عاوز تضيف مرتين مش مره. فلا اعتقد ان الامور هتبقى صعبه. طيب الجزئيه الثانيه عايز اتكلم معاك فيها، هو فيما يتعلق بالازمات المستمره ما بين عمرو الجنايني ومحمد فضل، الموضوع ايه حله؟ لا الموضوع خد يعني من بدري قوي. طبقا طبعا للخبر في موقع الكابتن يعني، واحنا تاكدنا من اسماء. لا لا لا، القصه واضحه من بدري يعني. واضح. لا لا موضوع واضح للجميع يعني. اي حد في الوسط الرياضي عارف ان في تنشنه كبيره كمان من ايام بطوله كاس امم افريقيا 23 سنه. بس الدنيا مشيت علشان المنتخب ربنا كرمنا وكسبنا وتاهلنا للمونديال والكلام والاولمبياد. لا لكن في قصه اعضاء جمعنا اللجنه الخماسيه لازم يفهموا ان هم جايين في مهمه بالظبط، مش وقت شو اعلامي او مين هيعمل علشان يظهر او مين اللي هياخد اللقطه او الكلام ده كله. انا جاي من الاتحاد الدولي، عندي 1 2 3 4 اخلص المهام الاول واشوف بعد كده مين ياخد اللقطه، مين يعمل الشابوه الكلام ده كله. ثانيا الفتره اللي جايه عندنا مهام كبيره قوي، عندنا منتخب هيلعب في الاولمبيات، عندنا منتخب تصفيات كاس العالم وموقفه صعب جدا. يعني الدنيا مش سلسه. الامور يعني الخلافات، انا يعني انا دلوقتي اللجنه الخماسيه مش شايف لها حسنات الا اللهم الانتظام شويه في جدول الدوري، ومش قوي يعني برضو مش مضمون. زي ما قلت لك يعني انت هتخش دلوقتي اتحاد افريقيا هيبعت لك المواعيد الجديده بتاعه البطولات الافريقيه، هيبقى عندك تصفيات القرعه بتاعه تصفيات كاس العالم، هتبقى الدنيا بالنسبه لك مش متظبطه. فهتبقى الدنيا يعني اتمنى ان هم ينحوا الخلافات شويه، يسيبوا شويه لون التيشيرتات. يعني للاسف لون التيشيرتات هو المتحكم شويه في في الخلافات الشخصيه اللي بينهم وبين بعضهم يعني، وخصوصا هم موجودين فتره مؤقته يعني. مش انا قلت لك يعني انت جاي لجنه من الاتحاد معين يعني، لجنه معينه علشان مهام محدده يعني، برضه الفكره انك انت جاي علشان مهام محدده لخدمه الكره المصريه. اتمنى ان هم يفكروا في خدمه الكره المصريه بعيد عن الخلافات والشغل الاعلامي. قبل ما اختم معاك، توقعاتك لمباراه ريال مدريد وبرشلونه النهارده؟ كمدريدي اتمنى ريال مدريد يكسب. مدريدي بتشجع ريال مدريد زي اتمنى يعني. اتمنى ان شاء الله الريال يكسب. هتبقى طبعا مباراه صعبه على الفرقتين، خاصه ان الماتش تحوم حواليه يعني حاجات سياسيه، والامن في برشلونه في كاتالونيا كان رافض الماتش يتلعب وحذر الاتحاد الاسباني ان هو ابتدى. نتمنى ان ريال مدريد يكسب ونشوف مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ما نختم خلينا ناخد توقعات جمهور النادي الاهلي على تويتر سريعا لمباراه ريال مدريد وبرشلونه. نبتدي ب اسامه بيقول 3-1 للريال، حماده الاهلاوي متشكر جدا يا حماده وبيتوقع فوز ريال مدريد 3-1 ماشي. شيميس بيقول ان شاء الله الريال يكسب 2-1، ياسر عصام قال ان شاء الله 3-1 لبرشلونه، احمد صديق قال 3-1 او 2-1 لبرشلونه، محمد رمضان قال 1-1 ميسي وبنزيما توقع الاهداف كمان، زيزو متشكر جدا يا زيزو نتيجه 2-0 ريال مدريد ماشي، محمد عبد المنعم قال فوز الريال ان شاء الله، ابراهيم محمد 3-1 للريال، جهاد قالت فوز برشلونه ان شاء الله. يعني توقعات متباينه لكن في كل الاحوال المباراه هتبقى قويه. طيب عايزين نعيد تشكيل ليفربول مره ثانيه، نعيده يلا تشكيل ليفربول قبل
مباراة مونتري اللي هتكون بعد ساعة بالظبط من الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية. زي ما حضراتكم شايفين كده، أليسون، ميلنر، غوميز، هندرسون، روبرتسون، لالانا، كيتا، تشامبرلين، شاكيري، صلاح، أوريجي، وفي دكة البدلاء ساديو ماني وأرنولد وفيرمينو. مفاجآت في هذا التشكيل، لكن كل التوفيق لمحمد صلاح تحديدا. طيب، والاهم كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد امام الاسماعيلي ان شاء الله، مباراه مهمه وثلاث نقاط باذن الله تكون جديده للنادي الاهلي. يا ديك نورتنا وشرفتنا، بشكرك، شكرا جزيلا. سعدت بوجودي معاك امير، والتوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله كده التالق والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي، واتكلمنا في بعض الامور والملفات الهامه جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، بكره ان شاء الله قبل المباراه هنكون معاكم في حلقه اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، نتابع كل كواليس ما قبل مباراه الاهلي والاسماعيلي ان شاء الله. النادي الاهلي موفق فيها. استنونا بكرة، إلى اللقاء.